السلام عليكم، تحية طيبة إلى جميع الأعضاء المحبين لقناة جوكومينيك تي في. معكم يوسف دلال. اليوم سوف نتطرق إلى كتاب مدرسي جديد، هو دوتش أس فخام سبخاخة تيمنس أينز أكتويل أوزقاب في موروكو كورس أوند أربايس بوخ، لتعلم اللغة الألمانية بذكاء تتم هذه الحصص التعلمية. إذن في هذه الحصة إن شاء الله سوف نتطرق إلى الإعداد باللغة الألمانية من 0 إلى 100، صارن نول بيس هوندرت، وكذلك حوارات هاتفية مع بعض النصوص وعبارات جديدة لكي نتعرف على مفردات جديدة باللغة الألمانية. أولا نبدأ بقراءة الأعداد من 0 إلى 100. صارن نول بيس، نول بيس هوندرت. صارن معنى الأعداد، نول معنى من 0 إلى 100. نول بيس، نول بيس هوندرت، من 0 إلى 100. أولا سوف نقرأ الأعداد من 0 إلى 9 أو العمود الأول. غبت عفك ما سيف بلاي، أعيدوا معي من فضلكم. نول أينز زفاي دراي فير Fünf, sechs, sieben, acht, neun. سوف أعيد مرة ثانية. أعيدوا معي من فضلكم. نول، أينز، زفاي، زفاي، دراي، دراي، فير، فير، فنف، فنف، سكس، سكس، sieben, sieben, acht, acht, neun, neun. سوف ننتقل الآن إلى العمود الثاني من 10 إلى 19. سوف أقرأ بالأعداد باللغة الألمانية وكذلك أنتم أعيدوا معي من فضلكم. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. أعيدوا معي من جديد. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. جيد. ننتقل الآن إلى العمود الثالث والصعب جدا من 20 إلى 29. اسمعوا جيدا ومرة لاحقا سوف نعيد. زفانسش، زفانسش، أينونت زفانسش، أينونت زفانسش، زفايونت زفانسش، درايونت زفانسش، فيريونت زفانسيج، فينفيون زفانسيج، زكسيون زفانسيج، زيبنيون زفانسيج، زيبنيون زفانسيج، أختيون زفانسيج، نوينون زفانسيج. الآن سوف نعيد ببطء، أعيدوا معي من فضلكم. زفانسيج، زفانسيج، einundzwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig. سوف أعيد مرة ثالثة. zwanzig, einundzwanzig.
زفايوند زفانتسيش دغايوند زفانتسيش فيغيوند زفانتسيش فينفيوند زفانتسيش زكسيوند زفانتسيش زيبنيوند زفانتسيش أختيوند زفانتسيش نوينوند زفانتسيش. سوف ننتقل إلى العمود الرابع من 30 إلى 90. دغايسيش فيغتيش فينفتيش زكسيش زيبتيش أختيش. سوف ننتقل الآن إلى العمود الثالث دغايسيش من سوف ننتقل إلى العمود الثالث من 30 إلى 90. دغايسيش فيغتيش فينفتيش زكتيش زيبتيش أختيش نوينتيش. أعيد معي من جديد. دغايتيش فيغتيش فينفتيش زكتيش زيبتيش أختيش نوينتيش. ثم العدد الأخير هوندرت أو مئة. سوف أعيد الأرقام من صفر إلى مئة. استمعوا جيدا. نول أينز زباي دغاي فير فنف زيكس زيبن أخت نوين تسين إلف سفولف دغايتين فيرتين فنفتين زيكتين زيبتين أختين نوينتين زفانسيش أينون زفانسيش زفايون زفانسيش دغايون زفانسيش فيريون زفانسيش فنفيون زفانسيش زيكسيون زفانسيش زيبنيون زفانسيش أختيون زفانسيش نوينون زفانسيش دغايسيش فيرتيش فنفتيش زيكسيش زيبتيش أختيش نوينتيش هوندرت. إذن سوف ننتقل إلى نشاط جديد بوست لايت سالن الرمز البريدي بالألمانية. بوست لايت سالن معنى لكود بوستو من ألمانيا. بوست لايت سالن. إذن سوف نقرأ الحوار الأول ثم الحوار الثاني. دي بوست لايت سال إست أينوند سيبسيش دغايوند سيبسيش فاي Wie ist der Ort? Herr Tani, wie ist die Postleitzahl von bitte? Wie ist die Postleitzahl von bitte? Denn كشرح الحوار الأول, die Postleitzahl ist 71732. Denn هناك رمز بريدي. سأل الإمرأة هذه. تتسأل حول المكان في هيست ديغ أخت. إذن ما هو اسم هذا المكان اللي تحمل هذا الرمز البريدي أينون سيبسيش دغايون سيبسيش سفاي. وهذا الشخص هذا يتساءل حول الرمز البريدي ديال المنطقة ما أو ديال المدينة ما. فو إيست دي بوت سلايد سال فون بيتر Wie ist die Postleitzahl von bitte? إذن يجب عليكم أن تقرأوا جيدا الأعداد باللغة الألمانية بشكل جيد. 71 معنى 71 71 73 معنى 73 صفاي معنى 2. ما هو الرمز البريدي ديال هذه المنطقة هذه؟ ما هو الرمز البريدي ديال المنطقة مع معنى فيهيت؟ في إست دي بوست لايت سال فون بيتر. ما هو الرمز البريدي إلى المنطقة معي؟ إذن سوف نقرأ هذه الأماكن بالرموز البريدية الخاصة بكل منطقة. كل منطقة عندها رمز بريدي خاص بها. ننتقل إلى من الأول. دغايوند زيبتيش زفايوند فنفتيش زيبن. الرمز الثاني دغايوند نونتيش
تن سي الرمز الثالث فير يوند زيبتيش اخت يوند دغايتيش اخت الرمز الرابع اخت يوند زيبتيش زيكتسين زيبن الرمز الخامس اينون زيبسيش دغايون زيبسيس زباي الرمز الذي يليه دغايون زبانسيش زبايون زيكتسيش دغاي الذي يليه فير يوند أختسيش زكس يوند تغايتسيش زيبن الذي يليه زكس يوند تغايتسيش فيرتسين دباي تتم لاحظوا جيدا استمعوا Sektion 80 Sieben 90 Sieben الرمز الذي يليه استمعوا جيدا غايون 70 فنفيون 40 Sieben الرمز الذي يليه لاحظوا جيدا استمعوا أختيوند أختيش فينفيوند فيرتيش نون الذي يليه أختيوند دغايتيش زيبتيوند فيرتيش نون الرمز ما قبل الأخير استمعوا جيدا فيخ يوند سبانسيش نوي نويند فنفتيش في الرمز الأخير زيب يوند سبانسيش اينون فيختيش سفاي كيف ما لاحظتوا قراءة الأعداد باللغة الألمانية في الأول جد صعب ولكن مع التدريب والاستماع الجيد لها سوف تتمكنون من قراءتها بكل سهولة وتتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذه المسألة هذه إن شاء الله إذن ننتقل بكم من فضلكم إلى فقرة جديدة من فقرات تعلم اللغة الألمانية بذكاء في هذه الحصة سوف نتطرق إلى المكالمات الهاتفية باستعمال الأرقام الهاتفية Wer ist da bitte? من المتكلم من فضلك Wer ist da bitte? Hören Sie und notieren Sie هون زي من استمعوا ثم سجلوا أنت نوتيرن زي إز دانشت ناين هير إست إز دانشت ناين هير إست هون زي نوخ أينمال أنت لزن زي تستمعوا جيدا للحوار اللي تجمع بين الشخصين عبر الهاتف كوفمان فير إز دابيتو كوفمان Ist da nicht Griffinger? Zweihund, 30, 60, 30, 20. Nein, hier ist 32, 60, 60, 20. Oh, Entschuldigung, mach nicht.
bien sûr, le jadid, hurzi, noch einmal und lesenzi. Kaufmann, wer ist da bitte? Kaufmann, ist der nicht Griffinger? 32, 36, 20. Nein, hier ist 33, 66, 20. Oh, Entschuldigung, mach nicht. سوف أقوم بشرح هذا الحوار الإجماعي بين الشخصين. كوفمان هو اسم عائلي من بين أسماء العائلية في ألمانيا. كوفمان فيرس دا بيتو فيرس دا بيتو من المتكلم من فضلك. كوفمان إز دا نيشت غريفنجر، أليس السيد غريفنجر؟ رقم الهاتف ديالو 32 36 22، 32 36 20. ناين لا معنى لا، ناين نو نو لا، هير معنى ايسي، هير است معنى ايسي 32 36 20، 32 32 66 20 32 66 20. Oh, Entschuldigung, meine Asif, Entschuldigung, mach nicht, meine, ça fait rien, c'est rien, c'est pas grand chose, c'est pas grave, mach nicht. Kaufmann, wer ist da bitte? من المتكلم من فضلك. كوفمان إز دانيشت غريفنجر، أليس السيد غريفنجر؟ 32 36 20، رقم الهاتفي ديالو. ناين هير، لا لا هنا، 32 36 20، إذا الرقم الهاتفي الذي تتصل به هو 32 36 20. أو إنتشولديغونغ معناها آسف، ماخنيشت معناها ça fait rien comme tu veux le voir français. Dans Spilenzi va y avoir un dialogue, il y a des conversations différentes, comme je l'ai vu dans le conversation précédente. Il y a plusieurs intervenants, entre eux Martin Zager, Hans Meyer. الحوار الثاني بريجيت لانغ، أوتو كروسار، فرانس فوكس، ماريا مولر، هانس ليمان، باربارا فولر، هيلد أنسين، كورت شنايدر. كيف ما شفتو مثلا كوفمان فيرس دابيتو، كوفمان إذا نشت فار إكزومبل مارتين زاكا، نان إي هير إست أو إنتشولديغون بيتو شون ماخت نشت. داكوغ، هنا
تدريب حول أرقام في فيل إزداس في فيل إزداس من مجموع فيغتسيش بلوس دغاي بلوس فنف إست لأن زيبن بلوس تين تفاي زيكتسيش مينوس زفانتسيش أختين مينوس زفولف بلوس دغاي زيكسيون دغايتسيش مينوس فنفتسيش فنفتين فنف مال دغاي بلوس دغاي أخت مال فير مينوس أينس زيكستين دوخش فير بلوس فنف زفانسيش دوخش زفاي مال فنف دغايتسين بلوس زيبتسين دوخش زيكس في فايتر. إذن هناك نشاط ثاني قراءة الأعداد وإتمام الأعداد. أينس دغاي فنف دغاي تيك دغايتيش أختيون زفانتيش زكزيون زفانتيش ألف زفايون زفانتيش دغايون دغايتيش أختيون نوينتيش زيبيون أختيش زكتيون زفانتيش فنفيون زكتيش وفي الأخير فنفتيش زكتيش فيرتيش زيبتيش دغايتيش لن نكتفي بهذا القدر من المعلومات ومن التعلمات الخاصة باللغة الألمانية في هذه الحصة. هذه الهدف ديالنا هو قراءة الأعداد بشكل جيد. كانت في البداية صعوبات ولكن مع التدريب والاستماع الجيد للأعداد باللغة الألمانية سوف نتمكن من قراءتها بكل سهولة في الأخير. إذن في الحصة القادمة من حصص تعلم اللغة الألمانية بذكاء Apprendre intelligemment la langue allemande سوف نتطرق إلى بعض النصوص وبعض المعلومات الخاصة بهذه الدولة هذه دولة ألمانيا الاتحادية. وكذلك مفردات جديدة وتعابير جديدة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة متجددة على قناة جوكومينيك تي في لتعلم اللغات الحية الفرنسية والإنجليزية والألمانية. كان معكم يوسف دلال قدم لكم الكتاب المدرسي Deutsch als Fremdsprache Themen 1 Aktuell Ausgabe für Marokko Kurs und Arbeitsbuch. إلى اللقاء.